بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح نشرح عملية الابزوربشن. بداية قبل ما نبلش بالموضوع لازم نفهم شو معنى ابزوربشن. ابزوربشن شو هو، شو تعريفه، شو بستفيد منه. هلا الابزوربشن is the removal of one or more pollutant from contaminated gas stream by allowing the gas to contact with a liquid would enable that pollutant to become dissolved by the liquid. يعني باختصار انا بكون عندي غاز، هذا الغاز في مادة pollutant، مادة ملوثة، مادة ما بدي اياها بهذا الغاز، فبروح بخلي هذا الغاز يصير له contact مع liquid. هذا الليكويد من مواصفاته انه هاي المادة بتدوب فيه، فبصير ماس ترانسفير للبوليوتانت from gas to liquid، وهاي العملية بنسميها absorption. الابزوربشن بنتقل عندي من الغاز، بصير ماس ترانسفير للبوليوتانت المادة ما بديها من الغاز للليكويد. هلا عكس الابزوربشن عملية اسمها ستريبينج، اللي بصير فيها بنتقل المادة، بتنتقل هاي المادة البوليوتن اللي بصير لها ماس ترانسفير من الغاز للليكويد. في الابزوربشن بصير لها في الستريبينج ماس ترانسفير من الليكويد وبتنتقل للغاز، هاي العملية اسمها ستريبينج. خلينا نعمل absorption unit نوضح فيها كل اللي بنحكي عنه. absorption unit ببساطة بكون الجراف تاعها هيك، طبعا بغض النظر هو كان الابزوربر هو تري ولا باكت ولا ووتد وول ولا سبراي، بغض النظر عن نوعه لأنه كل نوع له مزايا، له آلية معينة بستخدمه في أماكن وبستخدمه في أماكن تانية. بكون عندي في فيد داخل، هذا الفيد بكون غاز فيد بيطلع من هون، هذا اسمه كاونتر كرنت كونتاكت، بفوت الليكويد من فوق بطلع من تحت. هلا الغاز او الفيد الداخل بيحتوي على تو ستريم او تو كومبوننت. الكومبوننت الاول هو السوليوت، هذا مزلوب هذا اللون. الكومبوننت الثاني هو الكارير غاز، مزلوب اللون الاخر. طيب الليكويد اللي داخل عندي من فوق بيحتوي على سولفنت، ممكن يحتوي في بعض الاحيان على سوليوت في بعض الاحيان لكن مش دائما. هلا السوليوت له اسم تاني، السوليوت يا اسم بحكي له سوليوت يا بحكي له absorbent، والسولفنت يا بحكي له سولفنت يا بحكي له absorbent الاسم الثاني، والكارير غاز يا بحكي له كارير غاز يا له اسم ثاني هو inert gas. هاي مصطلحات لازم نعرفها عشان ما نخربط فيها، وأهم إشي بالحل نميز شو هو السوليوت، شو هو السولفنت، شو هو الكارير غاز في المثال اللي بحله. فحكينا يا بكون عندي سوليوت أو بحكي له أبزوربيت، يا بكون عندي كارير غاز أو بحكي له إنرت غاز، وهذا بكونوا هدول الفيد غاز اللي داخل عندي، والليكويد اللي داخل عندي بكون فيه سولفنت وبعض الأحيان بكون فيه سوليوت. أو حكينا بنسميه absorbent. هلا بعد عملية الابزوربشن اللي بتصير هون بيطلع عندي
الغاز فيد بيحتوي على كمية من الكارير، كمية كتير قليلة من السوليوت اللي رمزنا له. بس كمية كتير قليلة، زائد كمية كتير قليلة من السولفنت. كمية كتير قليلة، والليكود الطالع بيطلع بيحتوي على الليكود اللي بيكون طالع بيكون فيه السولفنت زائد كمية كتير كبيرة من السوليوت وكمية كتير قليلة من الكارير. كمية كتير قليلة من الكارير، تمام. هلا احنا في الحل تاعنا عندنا assumption نعملهم. اول assumption بنحكي انه العملية بتصير isothermal، هذا اول assumption، يعني التمبريتشر الداخلي هون نفس التمبريتشر الطالع، التمبريتشر الداخلي هون نفس التمبريتشر الطالع. فعليا هو بصير في شينج بالتمبريتشر، بس احنا بنفرض انه عندنا isothermal. الفرض الثاني اللي احنا بنفرضه هو انه السيستم عندي ايزوباريك، يعني كونستانت بريشر. الفرض الثالث اللي بنفرضه انه الكارير غاز از انسولابل انتو اسولفنت، يعني ما في اشي من الكارير غاز اللي هو الفيد داخل الكارير غاز بدوب جوا السولفنت، وما في اشي من السولفنت راح يروح عند الكارير غاز. هاي من الاسامبشن اللي بنفرضها. فاذا هون ترم السولفنت راح نأكس عليه، وفي السولفنت ترم الكارير غاز راح نأكس عليه. يعني اللي حكيناه انه نو كارير، يعني ان سولفنت، يعني ما في كارير بروح من الفيد غاز وبطلع من الليكويد اللي هو السولفنت هون، ولا في اشي من السولفنت اللي هو داخل بطلع مع الكارير. هاي من الاسامشن اللي بنحكيها، وبنحكي انه السولفنت ما صار له ولا على عملية تبخر، يعني السولفنت اللي فات طلع زي ما هو، ما صار عندي ضياع على شكل تبخر، يعني ولا جزء من السولفنت تبخر وضاع اثناء العملية. هدول الاسامشن اللي بنحطهم عشان نحل. solvent is not volatile، انه ولا جزء من السولفنت عندي اتبخر. هلا نرسم unit operation، هي unit من واقع الحياة، يعني unit موجودة. لا نعمل extract للأسيتون from air، يكون عندي داخل air هون الغاز feed وفي أسيتون. احنا بنعرف انه الاير بتكون من اكتر من شغلة، يكون في argon، بكون في نيتروجين، بكون في اكسجين، وبكون في ووتر اذا في نسبة هيوميديتي في الاير، وبكون عندي الاسيتون. هلا كل واحد من هدول الكومبوننت له مول فلوريت. دائما احنا في الابزوربشن نتعامل مع مول فلوريت، فنحكي هون كيلو مول بير اور او مول بير سكند بغض النظر عن اليونت. الأرجون نحكي انه كان 6.9، النيتروجين كان 5.36، وكان الأكسجين 144.3، وكان الووتر 5، وكان الأسيتون 10.3. هون فات عندي الليكويد الداخل اللي هو ووتر، وكان المول فلوريت له 1943.
هلأ هون طلع عندي الفيد الغاز فيد، وهون طلع عندي الليكويد فيد. نشوف شو في كان في الغاز فيد والليكويد فيد. الغاز فيد طلع من هون نسبة الأرجون AR 6.9 نفس ما هي هون. نسبة الأكسجين كانت 144.29، قلت شوي عن النسبة اللي هون. النيتروجين كانت نسبته 536 بوينت أرقام هون، يعني زالت شوي. والووتر كانت نسبتها 22، زادت نسبتها من 5 لـ22. طيب الأسيتون ACE اختصار للأسيتون، الأسيتون طلع 0.05. هلا الأسيتون في هاي الحالة هو السوليوت أو البليوتانت اللي أنا بدي أشيله من الكارير تاعي اللي هو الإير، هذا هو الكارير. فشوفوا لاحظوا إنه الأسيتون قلت كميته من 10 في الإير لبوينت أو 5، فالكمية قلت كتير. طبعا هون الفيد كان داخل على درجة حرارة الغرفة اللي هي 25 degrees Celsius، وعلى البرشر الغرفة اللي هو 101.3 kPa، وهون طلع على 25 degrees Celsius بس على 90 kPa، يعني صار ايش عندي برشر دروب. اما الليكويد دخل على الروم كونديشن اللي هم 25 سلسيوس و 101 kPa اللي هي 1 atmospheric pressure، وطلع على نفس على نفس البرشر بس نزلت حرارته من 25 لـ22 degrees Celsius. وهون الليكويد اللي طالع صار فيه نسبة بسيطة من الO2 اللي هي 0.009، ونسبة بسيطة من الN2 اللي هي 0.017، ونسبة المي لاحظ انها كانت 1943 صارت 1926 عفوا 0.0. والأسيتون ACE طلع من هون 10.26. فنحن لاحظنا انه الفيد هون زادت نسبة الأسيتون السوليوت اللي هو صار له ماس ترانسفير من الغاز السولفنت. هلا احنا الأسامشن اللي حكيناهم اهملنا كل هدول، شايفين هون الترم هاي قديش الووتر كانت 10 صارت 22، الأرجون ضل زي ما هو، أكسجين ونيتروجين قلوا، هذا كله اهملنا. متى بدنا نهمله؟ في الحل. بالحل بدي اعمل نيجليجبل لهدول التغيرات، بس بهمني الاسيتون هون فات 10 هون طلع 0.05، والووتر اللي فاتت هون السولفنت فات 0 سوليوت فيه لانه ما في كان اسيتون، هون طلع 10.26 سوليوت فيه. لنعرف بعض المصطلحات، اول مصطلح هو كي. الكي هو الفيز إكوليبريم ريشيو، لكل مادة لها إشي اسمه فيز إكوليبريم ريشيو، وفي إيه اللي هو الأبزوربشن فاكتور. نبلش بكي. كي يا بجيبه من راؤول موديفايد لو اللي هو جاما في البي ساتشوريتد على البي. الجاما هي ثابت، بحكي لي على سبيل المثال الديلوتد اسيتون، الاسيتون المخفف جاما له 6.7، الساتشوريشن بريشر له نحكي 10.3، بقسمهم على البريشر الدخل فيها اللي هي 101.3 بطلع قيمة K. الأبزوربشن فاكتور بساوي L على K في V. K اللي هي Phase Equilibrium Ratio. طيب شو L
وشوفي هلا قدام شوي راح نعرفهم. وفي اشي نفس ما في الابزوربشن فاكتور في ستريبينج فاكتور، اللي هو الواحد على الابزوربشن فاكتور يساوي ك في في على ال. هلا بالحل بنوضح الفرق بين ال شو ال شو في شو كل المتغيرات او الاشياء اللي بتلزمني بالحل. طبعا احنا صناعيا في هاي العملية الابزوربشن بنسعى ان نحافظ على لو بريشر وهاي لو عفوا لو تمبريتشر وهاي بريشر دروب. ليش بدنا نحافظ على اللو تمبريتشر؟ لانه كل ما ارتفعت التمبريتشر السوليوبيليتي للغاز بتقل، فاذا قلت السوليوبيليتي للغاز معناها الماس ترانسفير راح يصير اقل. فعشان هيك في الصناعة دائما احنا بدنا نحافظ على اللو تمبريتشر وهاي بريشر دروب. كيف بحافظ على لو تمبريتشر؟ في التري كولوم بضيف شيء اسمه كولينج كويل، هي كويلات تبريد. وعشان اخلي الهاي بريشر دروب بين الفيد الان والفيد الاوت، فانا بهاي الحاله بصير اعمل بامبينج للغاز، وهاي الشغلتين هم مكلفين. ودائما عمليه الابسوربشن انا بهتم قديش الكوست تاعتها قديش هي الافشنسي تاعتها. واغلى اشي في عمليه الابسوربشن هم التبريد وكيف اعمل هاي بريشر دروب. هاي بريشر دروب يعني البامبينج للغاز والريفريجيريت، هدول اكتر اشي مكلفين في عملية الابسوربشن، لانه هدول انا لازم احافظ على لو تمبريتشر وهاي بريشر دروب. والكي بقدر اجيبها من من هنري لو، هي اتش الهنري كونستانت على البريشر اللي عندي. هاي الدكتورة حكت هي بتعطينا الكي، بحال ما اعطتنا الكي بتكون معطيني البراميتر، وبنحل يا على هنري على هنريز لو او على الموديفايد راؤول لو. هلا نبلش بعمليات الحل. احنا عشان نحل الابزوربشن واعرف كم تري بدي، هذا المطلوب بالحل، احنا بدنا نحل على تري كولوم. التري كولوم بدي اعرف كم من تري بدي. هلا قديش ارتفاعه وقديش عرضه هاي صناعيا بتتحدد، لانه المسافه بين كل تري وتري تقريبا معروفه، فاللي بلزمني كم تري بدي. في الباكت كولوم بلزمني اعرف قديش عرضه قديش ارتفاعه. هلا عشان احل في تو ميثود للحل، في الجرافيكال ميثود اللي هي اول واحده، الجرافيكال ميثود. اما الطريقه الثانيه هي الالجبريك ميثود. طيب نبلش بالطريقه الاولى والاصعب واللي فيها مصطلحات اكثر، اللي هي الجرافيكال ميثود. جرافيكال ميثود نيجي نرسم absorption unit. في absorption unit حكينا هون عندي feed وهو غاز، بطلع هذا الفيد counter current contact، هون عندي liquid feed هون feed gas، وبطلع من هون الليكويد فيد. هلا هون انا عندي شيء اسمه واي كابيتال ان بلس 1، وهون واي كابيتال ان، هون عندي بفوت اكس نود طبعا كابيتال، هون بطلع اكس كابيتال ان، وعندي هون ال او ال داش، وعندي هون في او في داش، وايضا بكون عندي هون اكس سمول، هون عندي واي سمول. شو الاكس سمول شو الواي سمول؟ نيجي نشرحهم بالتفصيل. نبلش بالواي كابيتال. طبعا احنا هون واي ان، واي ان بلس واحد، ان وان بلس واحد هي عملية ترقيم وتسمية فقط لا غير، يعني انه عشان عندي اكتر من ستيجز، كل ستيج بيكون داخل عليها واي وطالع منها واي.
فهاي بتكون واي ان وهاي واي ان بلس واحد. اذا كانت هاي طالعه من الستيج الخامس مثلا هون مثلا هذا الستيج رقم 5 بتكون هاي 5 هاي الداخله من 5 بلس 1 هون 6 هون 5. هلا الواي كابيتال هي المول فلو ريت لمين؟ للسوليوت على المول فلو ريت لمين؟ انا بحكي عن واي معناها للكارير، يعني هي نسبة الواي كم مول سوليوت عندي على كم مول كارير، او كم المول فلو ريت للسوليوت على المول فلو ريت للكارير. مول او مول فلو ريت يعني it's the same. شو الاكس كابيتال اللي هي المول فلو ريت او النمبر اوف مول عادي فلو ريت للسوليوت على المول فلو ريت للسولفنت. طيب معناها اكس انا كم المول فلو ريت للسوليوت في هذا الترم طبعا او هون لانه انا هون بكون عندي سولفنت على كم المول فلو ريت للسولفنت في هذا الخط تاعي. فاجي بدي احسب اكس ان بحكي كم مول فلو ريت سوليوت عندي هون لانه هون الطالع بكون في سولفنت وسوليوت نكتبهم هاي هون طالع سولفنت بلس سوليوت. حكينا نهمل انه في كارير راح يفوت هون هون بده يطلع كارير بلس كمية قليلة من السوليوت. هون عندي فايت سولفنت ليكويد هون بيحتوي على سولفنت مع كاري مع سوليوت او من دون سوليوت بس اغلب الاحيان بفوت لحاله بس في بعض الاحيان بكون داخل مع سوليوت. وهون الغاز فيد في عندي كارير بلس كمية كبيرة من السوليوت. تمام هلا فهمنا شو الاكس كابيتال شو الاكس سمول. هي المول الواي كابيتال هي المول فلوريت للسوليوت هون او هون على المول فلوريت للكارير هون او هون. سواء انا بحكي واي ان بلس 1 معناها انا هون او واي ان معناها انا هون. طيب الاكس هي المول فلوريت للسوليوت سواء هون او هون كنت بحكي عن اكس ان معناها انا هون اذا كنت بحكي عن اكس نود معناها انا هون على المول فلوريت للسولفنت. طيب هيك بيطلع لنا مصطلحات حددناها. طيب احنا حكينا في عندنا كمان اشي اسمه ال و ال داش. ايش ال ال ايش ال ال داش؟ حكينا عندنا في حكينا عندنا في داش. ال ال هي المول طبعا في الابسوربشن دائما نتعامل بمولات مول فلو ريت للليكويد الداخل عندي سواء كان الليكويد نقي او مع سوليوت يعني سواء كان سولفنت لحال او سولفنت زائد سوليوت. اغلب الاحيان بكون هو سولفنت لحاله بس اذا كان سولفنت وسوليوت لما انا احكي ال معناها انا بحكي عن المول فلو ريت لهدول التنين مع بعض. طيب لما احكي ال داش معناها المول فلو ريت للسولفنت لحال او السولفنت لحال او بحكي سولفنت فري سوليوت سولفنت ما في سوليوت. لما احكي عن في معناها بحكي عن مول فلو ريت للغاز اللي داخل عندي او الفيبر. هلا نميز بين شو هو الغاز شو الفيبر. اما لما احكي في داش معناها المول فلو ريت للكارير لحاله او احنا سميناه انارت غاز. طيب ممتاز معناها الا حال معناها المول فلوريت الداخلي كامل للسولفنت والسوليوت مع بعض. الداش هي المول فلوريت بس للسولفنت. في هي المول فلوريت للغاز كامل او الفيد الداخل كامل
أما الفيدا شيء المول فلوريت للكارير لحال. ليش إحنا أيام نحكي هون الفيد غاز أو فيبر؟ الفرق بين الغاز والفيبر بشكل عام إنه الغاز هو يعني عنصر موجود بالطبيعة بحالته بالحالة بالغازيز فيز، أنا بسميه غاز، يعني نيتروجين أكسجين، هاي في الطبيعة بشكلها الطبيعي بتكون على شكل غاز، فهاي بسميها غازز. أما الفيبر هي بتكون في الطبيعة مش على شكل غاز، مش بالغاز فيز، بس في هاي الحالة هي بالغاز فيز، أنا بسميها فيبر. مثال عليها الووتر، لما يكون عندي بخار مي بحكي عنه ووتر فيبر، ما بحكي عنه ووتر غاز، لأنه في حالته الطبيعية هو ليكويد، لكن هلأ لأنه بالغازيز فيز حكيت عنه فيبر. أما هم التنين بكونوا غازيز فيز، بس الغاز بكون في حالته الطبيعية على صورة الغازيز في الغازيز فيز، أما الفيبر بكون شكله الطبيعي مش بالغازيز فيز، بس هلأ هو بالغازيز فيز. طيب هلأ نميز كمان مصطلحات تانية، إيش اسمه إكس مول وإيش اسمه واي مول. طبعا إكس مول أنا بكتبها هيك فيها عكفة، والكابيتال بكتبها هيك مستقيمة، هاي سمول هاي كابيتال عشان نميز. طيب الاكس سمول والواي سمول ايش هم؟ ضروري نميز بين الاكس سمول والاكس كابيتال والواي سمول والواي كابيتال. الاكس سمول هي الفراكشن اوف سوليوت ان فيبر، فراكشن اوف سوليوت ان فيبر، طبعا فيبر او غاز، سواء اذا كان هو في الوضع الطبيعي غاز او وضع الطبيعي مش غاز بس هو هلا في الغاز. اما الواي سمول هي الفراكشن اوف سوليوت الان فيبر، عفوا الاكس سمول هي الفراكشن اوف سوليوت ان ليكويد، تمام لهون. طيب شو الفرق؟ نوضح اكثر. هلا انا عندي فيد داخل، حكينا الفيد هذا ليكويد، لنفرض انه هذا الليكويد بيحتوي على سولفنت وسوليوت، لكن بالعاده بكون بس سولفنت، وكان عندي هون داخل الغاز فيد، الغاز فيد او الفيبر فيد، هذا بيحتوي على كارير وبيحتوي على سوليوت، بيطلع عندي هنا كارير بلس سوليوت، بيطلع عندي هنا سولفنت بلس سوليوت عشان نميز. هلا لو انا بدي اقسم المول